مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 0.8 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 948,973 سهما بقيمة إجمالية قدرها 475,239 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 17 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53% من القيمة الإجمالية للأسهم.